سلام بنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم. الفيديو ديال اليوم غيكون شويه خفيف ظريف. غادي نوريكم الاساسيات ديال فصل الشتاء، خطوات للعنايه ما خصكش ابدا تستغني عليهم في هذا الفصل، بالضبط فصل الشتاء. دونك الا كنتم مهتمين خليكم في لا فيديو. وقبل من هذا الشيء بغيت نقول لكم وشكرا بزاف 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 على التفاعل ديالكم معايا سور يوتيوب، تبارك الله عليكم، راكم ثانك ثانك. وإلا كنتو جدادات ما تنسوش ديروا ابوني باش تزيد تكبر العائله ديالنا. الفيديو ديالنا غادي يكون كيدور على الترطيب. من اهم الاشياء اللي انا كنشوف خاصنا نهتموا بها وهي الترطيب للبشره ديالنا، الجسم ديالنا، الشفايف ديالنا، كل شيء خاصنا نهتموا بهاد النقطه هذه. دونك غادي نطرق لكم لكل نقطه وغادي نوريكم كامثله لي برودوي اللي تقدروا تشريو بما انكم كتسولوا عليهم. واول حاجه غادي نطرق ليها وهي ترطيب الجسم. غادي نوريكم الكود كير ديالي في ترطيب الجسم، هو هذا ديال نيفيا ديال بيغ دو كاكاو. فن رويحه وترطيب، ترطيب عالي ورويحه فنيونه. انا جو سي بيان كو الاذواق تختلف، ولكن هذا الريحه ديالو غادي تعجبكم والترطيب ديالو زوين. هذا بالنسبه للثمن ديالو داير 30 درهم بحال هكاك. غادي تلقاوه عند مالي الماكياج وفي لي غون سيرفاس بيان سور. يقدر يكون زايد في الثمن في لي غون سيرفاس، ولكن عند مالي الماكياج داير 30 درهم. هذا خذوه بعينيكم مغمضين، غير كي سالي كنمشي ناخذ واحد جديد حيت فنيون. ثاني حاجه غادي ندوي عليها وهي ترطيب البشره. اكيد ضروري خاصنا نرطبوا البشره ديالنا، حيتاش حتى البشره ديالهم كتكون دهنيه. ملاحظه لاحظتها انا، بالنسبه ليا البشره ديالي دهنيه، كتنشف ليا في فصل الشتاء، خصوصا من المنطقه ديال الحجبان والفم، حوالي الفم ديالي والنيف كينشفوا ليا. ضروري خاص ترطيب، يا في الصيف يا في البرد خاص الترطيب ديال البشره. وحتى البشره الدهنيه حتى هي خاصها ترطيب. فكره غالطه اللي كيقولوا راه البشره ديالها دهنيه ما خصناش نرطبوها، بالعكس حتى هي خاصها ترطيب وعنايه، ضروري ما ترطبوها. بالنسبه لي انا كنستعمل هذا ديال سيغاف، كيليق البشره الدهنيه والجافه. هو ديال الجافه وراه التكستور ديالو كتجي حتى مع الدهنيه، زويون صراحه. هذا خديته ب 98 درهم باغا فارماسي. الا كنتو كتقلبوا على شي باغا كدير دي برومو، حيت انا عارفه هاد الايام الناس اللي كيبيعوا هاد الشيء ديال الباغا ولا الفارماسي كيزيدوا في الثمن. دونك كنصحكم باغا كونسي برو اوفيسيال كدير دي برومو خطيرين، وراها دايره لكم جيفوي حاليا، دخلوا شاركوا فيه، فيه الفلوس وفيه لي برودوي. دونك دخلوا شاركوا غيعجبكم الحال، ما تعرفوا تربحوا، حظ موفق. دونك كيف قلت لكم من اهم الحاجات هو ترطيب البشره. وصحاب لي ديدات، صحاب لي ديدات اللي كينشفوا بحالي انايا، انا الجسم ديالي ناشف ليا بزاف، دونك خاصني بزاف ديال الترطيب. شوفوا باغين ترطيب وريحه زوينه في نفس الوقت لي ديدات ديالكم اولا رجيلاتكم، كنصحكم بجونسون، هذا ديال الدراري الصغار كلكم كتعرفوه. فنيون الريحه ديالو بحال شي، كتحسي براك بحال شي بيبي كبير، فهمتوا؟ الريحه ديالو خطيره زوينه، والترطيب ديالو حتى هو زوين، نقدر نقول عليه عادي، ماشي شي حاجه اللي واو، ولكن المهم الترطيب ديالو مقبول. هذا الثمن ما بين 15 حتى 18 درهم على حسب البلاصه اللي غادي تشريوها منه، زويون. هذا رطبوا به ليديدات ديالكم ورجيلاتكم. واخر منطقه غادي نصحكم انكم ترطبوها، وكاين البنات بزاف حتى هما بحالي في الشتاء وحتى في الصيف فمهم كيكون ناشف ومقشر، كيدير هكا كيبقى يقشر، معاناة صراحة كبيرة. الا كتقلبوا على حاجة زوينة، كارميكس، كارميكس زوين. انا هذه تاني مرة كنشريه، وراه البنات شفاف، راه ما فيهش اللون، راه واخا تشوفوا هادشي ديال الكراز راه غير بحال قلتوا المذاق او الريحة اللي فيه تاع الكراز. هذا تاني واحد، الاول شريته ديال الفخيز وهذا ديال الكراز، وغير غيسالي غير نعاود نشري كارميكس تاني الا لقيت شي واحد حسن منه، ما عرفت. ولكن دابا حاليا جو بريفير كارميكس، من احسن المرطبات اللي استعملت صراحه، زويون. هذا داير 40 درهم البنات عند مالي الماكياج اولا لي باج ديال انستغرام، جو سي با، شريوه من البلاصه اللي بغيتو، ولكن اهتموا بترطيب الشفايف ضروري. دونك هذه هي لا فيديو ديال اليوم، كانت طرحت عليا واحد البنت هذه الفكره هذه، بما انه الشتا هذه وخاصنا بزاف ديال الترطيب. دونك درتها كاريل فيديو قصير سوغ انستغرام، هذا هو انستغرام ديالي، دخلوا عندي تما راه نايضه ديما. وحاولت انني نديرها لكم فيديو طويل ومشروح اكثر سوغ يوتيوب، حيت عارفه بزاف البنات كيبغيو
داكشي مشروح مزيان. دونك نتمنى تكون عجبتكم هاد الفيديو. جالسه في الليل كنصور لكم هكا هاد الفيديوهات. هذا راه ثاني فيديو كنصور لكم. لا تقولوا ما سميتو غابر عليكم سيغ يوتيوب، ولكن الا غبرت عليكم تلقوني في انستغرام. المهم نتمنى تكون عجبتكم هاد الفيديو، وغادي نقول لكم حاليكم تلقاو فيديو جديد. باي باي.